مشاهدينا الكرام، للوقوف على تطورات المشهد الميداني والسياسي في أوكرانيا في ظل حديث عن قرب سقوط مدينة باخموت الاستراتيجية في يد القوات الروسية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي والعسكري الأستاذ طارق حاج بكري. حياكم الله أستاذ طارق. تحياتي لكم والنصر للثورة السورية ونصر لأوكرانيا. حياك الله. بداية، يعني في آخر تطور ميداني على الجبهة الأوكرانية ضد القوات الروسية، صد الروس هجوما كبيرا بطائرات مسيرة أوكرانية على باخموت، هل يغير على القرم عفوا، هل يغير هذا الهجوم التوقعات بشأن سيطرة أو قرب سيطرة الروس على باخموت؟ إذا عدنا إلى الخريطة التي نجد الآن في أوكرانيا، نجد أن باخموت قد أصبحت محاصرة من ثلاث اتجاهات، من قبل من الشمال والشمال الشرقي لوغانسك ودونتسك من الشرق ومن الجنوب زابورغا. فنجد بأن بقي اتجاه واحد وهو جهة الغرب، وهذه وهو مفتوح من أجل الإمداد من قبل أوكرانيا. ولكن تعتبر في هذه الحالة هناك عملية شبه سقوط عملية لباخموت إن لم يكن هناك تطورات جديدة. هذه استخدامات الطائرات المسيرة في قصف جزيرة شبه جزيرة القرم هي تلفت الانتباه لا اكثر وتعيد حسابات روسيه لا اكثر، ولكنها عمليا على الارض لا تستطيع ان تغير شيء على الارض. اولا هي القصف في مكان بعيد وفي منطقه منفصله بحريا عن باخموت، ولا تساهم بالامداد للقوات الروسيه المتواجده والمهاجمه في باخموت من ثلاث اتجاهات، وبالتالي فانها قد تعيق وقد تعيد حسابات الروسيه، ولكنها لن تؤخر الهجوم وانما قد تزيد من زخم الهجوم الروسي من أجل تخفيف الخسائر الروسية سواء كان بالعتاد أو بالإطراد على هذه المنطقة. ونحن نعلم أن روسيا تستخدم كافة قواتها العسكرية وبشكل صاعق قواتها البشرية والعسكرية والجوية على هذه المنطقة في ضوء غياب المعدات الأوكرانية الحقيقية القادرة على التصدي، وإنما أوكرانيا تعتمد على فدائية مقاتليها وعلى مقاومة الشعب. هنا نأتي إلى جزئية السلاح أستاذ طارق، يعني لماذا تأخر الغرب برأيك بإرسال السلاح النوعي الذي طلبته أوكرانيا؟ يعني عندما زار الرئيس الأمريكي كييف، بايدن رفض دعم أوكرانيا بالسلاح النوعي، لماذا؟ لنا تجربة مع القوى الغربية التي تدعم التي تقدم الدعم للشعوب المظلومة والشعوب المقهورة منها الشعب الأوكراني، ونحن لنا تجربة في سوريا في هذا الأمر. فالقوى الغربية سواء كانت أمريكا أو الاتحاد الأوروبي يعمدون إلى سياسة إدارة الصراع وليس إلى حسم الصراع. لا مصلحة لأمريكا ولا لأوروبا الآن في انتصار أوكرانيا على روسيا، ولا أيضا لا مصلحة لهم في انتصار روسيا على أوكرانيا لكي لا تأخذ روسيا حجما أكبر مما تأخذه في الوقت الحالي. وهم لا يريدون أيضا هزيمتها بشكل كامل، إنما يريدون إضعافها وإضعاف أوكرانيا لسببين: أولا السيطرة على أوكرانيا بشكل كامل وتبعيتها إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تدور في فلكيها دائما، وهذه سياسة متبعة، وهي كلما كانت أضعف كلما كانت أكثر قابلية للدوران في الفلك الغربي. هذه ناحية. الناحية الثانية هي تريد إضعاف روسيا وإطالة أمد الحرب إلى أبعد مدى، وربما تكون هناك سياسة غربية من أجل تفتيت روسيا أيضا وجعل الشعوب المقهورة أو المحتلة من قبل روسيا كدولة تقوم بثورات ضد روسيا وتصعيد الحرب على روسيا أكثر ثم أكثر ثم إضعافها أكثر ومن ثم احتوائها بشكل كامل وإظهارها كدولة ضعيفة وليس دولة قوية. يعني ما الطريقة التي يمكن إضعاف روسيا بها؟ نحن الآن نرى بأن روسيا أثرت على الاقتصاد العالمي، أثرت على الغذاء العالمي، أثرت على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، الآن أدخلت أوروبا في أزمات متتالية، أصبح الآن المجتمع الأوروبي يبدأ بالخروج بتظاهرات، ينتفض من أجل الغلاء، من أجل الطاقة، من أجل كذا. طيب هل روسيا فعلا تتأثر بهذا الاستنزاف الذي يحصل في الحرب مع أوكرانيا؟ نحن نعلم أن الوضع الاقتصادي الروسي سيء جدا. روسيا أولا وضعها الاقتصادي سيء، وثم الناحية الثانية أن عتادها العسكري هو عتاد غير حديث لا يقارن بالعتاد الغربي، وبالتالي هم يريدون إضعافها أكثر ثم أكثر. أوروبا تتأثر نعم من ناحية إمداد بالطاقة بالتأكيد، ولكن لديها البدائل ولديها المخزونات الاستراتيجية طويلة المدى، وهي الآن تسعى بشكل حسيس إيجاد بدائل
سواء كان عبر الشرق الأوسط أو حتى أمريكا أو حتى كندا وربما النرويج أيضا. هناك وسائل أخرى لإمداد أوروبا بالطاقة، ولكن هذه الوسائل قد تأخذ بعض الوقت. إطالة الحرب على روسيا تجعلها مستنزفة اقتصاديا وعسكريا أكثر ثم أكثر، ثم زيادة حالة الفقر الموجودة في روسيا وزيادة التذمر على الحكومة الروسية القائمة حاليا. نعم إن الغرب يستطيع استنزاف روسيا وروسيا، لكن روسيا تتمتع بميزة لا تتمتع بها الدول الغربية، وهي المساحة الشاسعة والموارد الضخمة، ولكن هذه الموارد هي غير مستثمرة حقيقة بشكل كامل، ولا يوجد تكنولوجيا حديثة حقيقية قادرة على استخراج هذه أو الاستفادة من هذه الطاقات التي تمتلكها روسيا والإمكانيات والموارد، وتحتاج إلى وقت من وقت، وبالتالي هي ستضخ أيضا تستعين بالدول الغربية وتصبح شيئا فشيئا ما تدور أيضا في طيب سلك الدول الغربية. أستاذ طارق، يعني سيطر عليها العالم وليس الدول التي تعتبر حليفة الولايات المتحدة والغرب، عندما رأت أوكرانيا تم تسليمها بهذه الطريقة إلى روسيا مجردة، لم تدعم بالشكل الصحيح وأصبحت كبش فداء من أجل استنزاف روسيا، بدأت هذه الدول تعيد حساباتها، تعيد النظر بطريق أو طبيعة العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة بالتحديد. الآن نرى بأن روسيا تريد أن تمتد، تضع لها أقدام في الشرق الأوسط، في دول غنية مثلا كالعراق على سبيل المثال، دول أخرى تريد التمدد. يعني هذه الخطوات التي تتبعها الولايات المتحدة بالتعاطي مع حلفائها، هل تعتقد بأنها يمكن أن تخسرها المزيد من الحلفاء لصالح الروس؟ سيطرت أمريكا وحلف شمال الأطلسي على القوة العسكرية في العالم وسيطرة على القوة الاقتصادية في العالم، تجعلها لفترة طويلة من الزمن هي صاحبة الهيمنة وصاحبة القوة ولا تتأثر بهذه التغيرات هنا أو هناك بالنظر إلى سياساتها، وخصوصا مع الدول المستقرة. الدول المستقرة تستطيع أن تتفهم أن هذه الدول الغربية تريد إدارة الصراع وليس حسمي. أما الشعوب التي انتفضت على حكامها مثل سوريا وأيضا أوكرانيا التي تعرضت للغزو من روسيا، قد يصبح لديها من نوع من التذمر، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن دول غربية وأمريكا، لأنها هي من تملك العتاد وتملك السلاح وتملك الدعم المعنوي والسياسي لهذه الدول. وإن كان هذا الدعم ليس كاملا بحيث أنه أن يحسم الصراع لصالحها، وإنما يمكن أن يثبتها على الأقل ويمنعها من الهزيمة، وبالتالي هي تدور، هي تعارض من أمرين، الأمر الأول أنها متذمرة، والأمر الآخر أنها لا تستطيع التخلي. والغرب يفهم هذه المعادلة تمام الفهم، لذلك هو يحافظ عليها ويستخدم سياسة العصا والجزرة. عندما ترى أن أوكرانيا قد تعرضت إلى الخسارة بشكل كبير، تقدم لها شيء من الدعم الذي يمكنها من استعادة معنوياتها القتالية واستعادة أجزاء من أراضيها، ومن ثم عندما تراها في حالة قوة وهي قادرة على الهجوم والمبادرة بالهجوم واستعادة بقية الأراضي وبالتالي التحرر الكامل، تمنع هذه القوة عنها وهي لا تمدها إلا بما الشيء العسكري الاستهلاكي الذي تستطيع استهلاكه ولا تستطيع تعوضه إلا عن طريقها، وبالتالي طيب. تجبرها على البقاء معها ولو إلى حين. طيب، يعني مع هذا الذي تفضلت به، لكن الآن هناك من يرى بأن العالم يتجه إلى العودة إلى القطبين. الولايات المتحدة سيطرت فترة طويلة من الزمن، لكن الآن مع إعلان روسيا الدخول إلى أوكرانيا ودخلت بالفعل وهذه الحرب، ورأت بأن الغرب والولايات المتحدة اتخذوا موقفا سلبيا تجاه أوكرانيا، وبالتالي هذا الموضوع كما قلنا أثر على حلفائها. هنا الآن يرى الكثيرون بأن العالم سيعود ربما بعد هذه الحرب إن انتهت، بغض النظر من سيفوز، إلى قضية سيطرة قطب آخر أو تواجد قطب آخر على الساحة الدولية. هذا الموضوع برأيك كيف يمكن أن يؤثر على الوضع العالمي بالنسبة للدول الحليفة الولايات المتحدة وأيضا حلفاء الروس؟ بالضبط هذا ما يسعى إليه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يريدون أن يبقوا هم القطب الوحيد في هذا العالم، يريدون إضعاف كل الأقطاب الأخرى سواء بحروب جانبية أو بمشاكل داخلية ضمن شعوبها ومنعها من التحالف مع الدول الأخرى لكي لا يشكلون قوة تستطيع الوقوف في مواجهتها، وبالتالي هم يريدون إضعاف كل هذه الدول. ونحن كما نلاحظ بأن وللعلم بأن الطرف الآخر
هو ينتهج سياسة العدوانية بشكل دائم، وهذه ميزة يستخدمها ضدهم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فروسيا هي دولة معتدية، روسيا تتعاون مع إيران، وإيران دولة معتدية في هذه المنطقة، وبالتالي مهما مارس الغرب من سياسات قد لا تؤدي إلى انتصار الشعوب المقهورة، ولكن هذه الشعوب في النهاية لا تستطيع أن تخلي على الغرب والإسلام إلى التيار الآخر أو المعسكر الآخر الذي هو بالأساس ديكتاتوري، لديه برنامج بعيد المدى للسيطرة والتوسع وبناء إمبراطوريات، وهذه الإمبراطوريات سوف يبنيها على حساب الشعوب المقهورة، سواء كانت الشعوب العربية أو شعوب أوكرانيا أو الشعوب التي يعني أستاذ طارق بسؤال مختصر، عذرا لضيق الوقت لكن عندما تتفضل وتتحدث عن جهة روسيا وحلفائها إيران وما إيران، لكن في المقابل الغرب ليسوا إيجابيين تجاه العالم، ليسوا إيجابيين تجاه حلفائهم، الولايات المتحدة كذلك ليست إيجابية، تاريخها دموي، تاريخها مليء بالمشاكل وإثارة الأزمات. هنا نأتي إلى نقطة أن هذه الدول الآن ستخير ما بين حزب روسيا وحزب الشرق وأيضا حزب الغرب. الطرفان ليس ملائكة، وبالتالي هذا الموضوع قد يطرح فعلا فكرة عودة قطب آخر للسيطرة مع التواجد الصيني كذلك وهو حليف روسي قوي. يعني قضية الولايات المتحدة هي أيضا ليست بمعزل عن الانتهاكات الدولية التي تحصل في العالم. المشكلة أن العالم وخصوصا دول العالم الثالث أو الدول الفقيرة المضطهدة هي ما بين خيارين، ما بين خيار الأسوأ والسيء، وهي مجبرة على خيار السيء عوضا عن الأسوأ، لأن الأسوأ هو أكثر دموية وأكثر ديكتاتورية ويريد السيطرة والهيمنة وإعادة بناء إمبراطوريات منفوخة. والسيء هو سيء بكل معنى الكلمة، وليس مع الشعوب وليس مع الدول المقهورة، وهو يسعى أيضا إلى نهب هذه الدول والسيطرة على إمكانياتها ومقدراتها، ولكن بطريقة ناعمة. أما المعسكر الآخر يسعى إلى السيطرة عليها بالقوة العسكرية، وفرض حكومات عسكرية ديكتاتورية تسيطر وتقمع هذه الشعوب، وبالتالي هذه الشعوب هي كما قلت في بدايتها هي بما بين الاختيار ما بين السيء والأسوأ، وكلاهما ليس جيدا. شكرا جزيلا. نعم، وصلت الفكرة. أستاذ طارق حاج بكري المحلل السياسي والعسكري، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.